السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بلقائي معكم من خلال هذا العرض التدريبي المميز بحول الله. يعني دقيقة دقيقتين فقط ونبدأ على بركة الله، ريثما يجتمع الإخوة والأخوات. نرحب بكم اليوم باسم جرين باور، هذا النادي العريق، هذا النادي الجميل لمؤسسة لينسام الرباط، وأن نحييكم أيها الطلبة الكرام ونقول لكم أهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض التدريبي الليلي. نبدأ بعد قليل ثم نعرج مباشرة على لبنة تدريبية خاصة باللغة العربية، فيها بعض شيء فرنسي اليوم. إن كان إن شاء الله سوف يكون لنا هذا الموعد المميز، ونأتيكم بحول الله بالجديد بفنيات ومهارات وكفايات حول الإلقاء الفعال، وحول كذلك ما نسميه بالكاريزما. سوف تتعرف اليوم معنا على هذه اللبنة الأساسية لكل مهني. أهلا وسهلا، أهلا أهلا بك. ننتظر قليلا ثم نبدأ مباشرة. هذه الصوت مسموع أكيد، الصوت والصورة. نبدأ بعد دقيقة دقيقتين ريثما يجتمع الإخوة والأخوات. مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا. والله أنا من يشكر هذه اللبنات وهذه النوادي الطيبة نخدمهم بأعيننا. إن شاء الله هذه الدورة كما قلنا سوف نبدأ بعد دقيقة دقيقتين ريثما يجتمع بعض الطلبة، ثم ستبقى مسجلة على صفحة نادي جرين باور. ونشكرهم على هذه الدعوة الكريمة، وجاءت هكذا يعني في نهاية السنة، برمجناها لأول سنة كي نبدأ بلبنة تدريبية مميزة للغاية. نعم أكيد. إن كان الصوت مسموع أعطوني إشارة، قولوا لي يعني صوت مسموع وكل شيء طيب كي نبدأ بعد قليل. جيد، مرحبا، مرحبا بالإخوة والأخوات، ومساء النور والياسمين وكل الأشياء الطيبة بحول الله. هذه الدورة خصيصا ستكون يعني مجملا باللغة العربية، لبنة أساسية أولى مع هذا النادي الجميل كي نؤسس لدورات أخرى إن أعجبكم الأمر. إن أعجبتكم باللغة الفرنسية بعدها تكون الثانية وتكون الثالثة والعاشرة، لما لا؟ بونسوار بونسوار، أهلا أهلا بكم، مرحبا. نبدأ على بركة الله بعد دقيقة. الصوت مسموع، شكرا لك، جيد. أنا كنت أود هذا التعليق. هذه الدورة يعني تلزم ورقة وقلم، يعني بعض الفنيات بعض التقنيات ربما تعجبك، هي منهج نفعي. إن أعجبتك فيعني اكتبها رجاء لكي نؤسس لدورات قادمة. لا ينفع أن نتوافق حول الكاريزما خصوصا من خلال الإلقاء الفعال بطريقة يعني بساعة زمن أو ساعة ونصف، لا يكفي. والله نحن نود تدريب معمق بأحسن طريقة ممكنة. توتي بارفي، يا سلام على توتي بارفي، سي بيان، جيم بوكو سا. نبدأ مباشرة، نبدأ مباشرة. أنا كنت أود يعني أوكي، جيدة جيد. On va la partager avec les gens. Comme ça, dans une minute, on commence avec la meilleure des manières. Très très bien. هكذا نحن نشاطر الناس ونعطيهم يعني حقهم، والكل يكون حاضر اليوم يعني على الأقل إن كان جيد. 30 ثانية ونبدأ على بركة الله. جميل للغاية، هكذا تواصلنا مع الكل اليوم. نبدأ على بركة الله. مرحبا بكم، مرحبا مسيو شرتي، أهلا حمزة، والله أنا كنت أبحث عنك يا حبيبي، شكرا. نبدأ على بركة الله. أوكي نبدأ.
هذا الموضوع والله أحبه، كان أول موضوع درسته قبل 15 سنة. يعني كيف أعرج على منافع الموضوع سوف يأتي إن شاء الله، يعني من خلال التفاعل بالكتابة. إن أعجبتك معلومة اكتبها رجاء للكل، للناس، للأصدقاء، للطلبة، حتى الإداريين يكونوا معنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل السعادة والفخر والاعتزاز بهذا اليوم المميز، يوم نلتقي بشباب وطلبة لينسام بالرباط، ومن خلالهم بكل طلبة جامعة محمد الخامس، وكذا على مستوى كل البلد. نحن كما يقول، يعني نحن ندعو الجميع، لكم منا أحلى تقدير، ونتمنى لكم كل النجاح والفلاح والتميز والرقي من أجل أن ننفع البلاد والعباد. معكم زهير جلول الشرتي، مدرب أول في مجال تنمية القدرات الذاتية التنظيمية، مرافق متخصص. نعم، بكل أريحية أنا أخو الطلبة والطالبات وباحثين وعاملين وغيرهم. تدخل محاضرة اليوم في سياق البرنامج التأطيري المؤسساتي والتدريبي في مجال تنمية القدرات الذاتية المنظمة من طرف النادي، نادي جرين باور لنسام الرباط. شبابنا الأعزاء، فخر المغرب الحبيب، كل الطلبة، من يطلب العلم فهو فخر هذا البلد. موضوع اليوم موضوع مهم للغاية، إذ نتناول من خلاله فن وعلم يؤطر اللقاءات ويؤسس لمفهوم الاتصال وكذا التواصل الفعال بالجمهور أمام المشغل. كذلك سوف ترى ذلك بأم عينيك، أو تسمع ذلك يعني بأم أذنك كما نقول. تطوير جودة العلاقات، تثبيت تسويق الذات، موضوع تقني وسهل المنال، يعني فيه خصلة نبيلة تؤسس. لماذا تؤسس وتنمي كل ما هو تنمية القدرات الذاتية؟ تقديرك لذاتك، ثقتك بها، تحفيزك لها، قيمتك الغالية كطالب وكطالبة علم، إنجازاتكما. نعم، لبنة أساسية تلمس ماذا؟ تلمس كل ما هو أنت، الإلقاء الفعال وكاريزما. كاريزما موضوع مشتق من الذكاء التواصلي، الذكاء اللغوي، ويصب في مجال التلقين والتدريب، وسوف ترى ذلك في آخر الحصة، تقريبا 20 دقيقة، 25 دقيقة تدريب فعال، وفنيات الإلقاء عموما. أوكي؟ نبدأ على بركة الله ونقول كلام يعني في حقكم. الجميل كذلك في هذا الدرس الذي يعنى بتنمية القدرات الذاتية في شقه الفني المتعلق بالتدريب الفعال على مهارات حياتية، تواصلية، مهنية كذلك. من خلال هذه اللبنة التدريبية عن بعد نتحدث عن أنفسنا. حتما ستجد نفسك فيما تقول، فيما نقول أو ننصح به. نستفيد ونفيد، يعني نعرف بآليات ونعطي أمثلة من خلال تمارين تخص الموضوع المختار من طرف ناديكم الموقر جرين باور. النقطة اليوم، ما المفيد؟ قوله حول موضوع اليوم، الإلقاء الفعال 5 كلمات. رجعني، كانت لديك ورقة وقلم كان أحسن. الإلقاء الفعال 5 كلمات: معارف، قيم، ومعتقدات، ومهارات، ثم إنجاز. مثل أي موضوع مهم للغاية، المعلومات عندك إن استثمرتها بأحسن طريقة أو بطريقة طيبة تعطيك معارف، وهذه المعارف هي التي تصبح سلوك بعد قليل. أوتوماتيكيا سوف نبدأ بهذه اللبنة التدريبية بعد قليل. ننتظر الآخرين اليوم، ننتظر 5 دقائق لكي ندخل في خضم الموضوع المهم. ثم المعلومات إن استثمرتها تصبح معرفة، والمعرفة مجسدة في السلوك، والسلوك ضروري من مهارات في السلوك. سوف ترى ذلك اليوم، يعني سلوك لغوي، سلوك كيف تتحدث، 3 كلمات، 5 كلمات، النقطة المؤطرة في المستقبل القريب، في الماضي البعيد، يعني كأنك تؤسس لجزئيات كل حركات وكل الصوت والرنة إلى آخره. ثم معتقداتك حول الموضوع، رجاء إن أعجبتك معلومة خذ بها، إن لم تعجبك يعني خلي مشيها كما يقول المصريون.
ثم النقطة الأخرى والمهمة للغاية، قلنا المهارات وراثية ومكتسبة. الوراثي منها لن نتحدث عنه، تعرفونه أكيد، كل ما هو جينات وكل ما هو يعني تركيبة جينية فيك أنت أخذت من الوالد، قد يكون الصوت، قد يكون البارافوكال إلى آخره. ثم هناك المكتسب، إذا تدربت أكثر بطريقة نوعية مجدية تصل إلى المهارة أو السلوك الذي نود منك ذلك. ثم النقطة الأخيرة هي الإنجاز، كيف تنجز أمام الجمهور، أمام الأساتذة، أمام الطلبة إلى آخره. 5 كلمات: معارف، قيم ومعتقدات، ومهارات، ثم إنجاز. الإلقاء نتيجة، الإلقاء مسار، هو تفكير وسلوك وشعور. الإلقاء لما نفكر، لما نقوم بالسلوك والشعور كذلك، هو قمة من القمم السلوكية المنتجة والمنتجة يوميا. أنت تلقي يوميا، أمام الناس، أمام الأصدقاء، أمام الوالد، الوالدة إلى آخره. الإلقاء الخير يراد منه إلقاء إيجابي، نوعي ومجدي. المعنى أنه لا يأخذ منا الكثير من جهد العقل الباطن أو العقل الواعي، عفوا منكم النقطة، لا أنتبه للكلمات التي أود أن ألقيها، هكذا المعنى. هذه الفنيات الأنيقة إن اكتسبناها نعيش بأقل أرق وبهمة عالية، تدخل في خضم المهارات المرنة soft skills، تعرفونها أكيد، المطلوبة في المملكة المغربية وفي أوروبا خصوصا حسب الإحصاءات لسنة 2018. Prendre la parole en public c'est l'une des qualités requises dans tout ce qui est soft skills dans les entreprises européennes. تدخل في المرحلة الثانية أو الثالثة، كلبنة أساسية. وكذلك في سائر أنحاء العالم، حتى في أمريكا وكندا ويعني سائر الدول. الإلقاء الفعال، المهارة مرنة معتبرة. قبل كل شيء، فقط كلمات نؤسس بها للموضوع. الإلقاء يعرف هذا الفن، فن الإلقاء، بأنه نقل أفكار معينة ومحددة وذات قيمة إلى الجمهور أو إلى الناس عن طريق المشافهة للتأثير الرصين فيهم. أنت ضروري أن تؤثر في الناس، وسوف نصل إلى هذه اللبنة التدريبية في آخر هذه الحصة. الإلقاء هو مهارة وفنيات في استغلال الصوت، صوتك مهارات صوتية، تطويع نبراته حسب الموقف واللغة وللتأثير على المتلقين بشكل ماذا؟ بشكل مثير ونفعي، خصوصا نفعي، يستند على دراية ومعرفة علمية بالصوت وبلغة الخطاب الداخلية. لدينا لغة الخطاب الداخلية، نبرة ونغمة، وكذلك الخارجية، صوت مسموع ولائق للحدث حسب السياق وحسب الموضوع. النقطة حتى يمكن تحميل تلك اللغة أو ذلك الخطاب بما يعتمل داخل النفس من أفكار وصناعة حوار ومعارف ومعتقدات سليمة. إنجاز الإلقاء فيه متعة وفلسفة، فلسفة ماذا؟ فلسفة نجاح مبهر ما شاء الله. تقدير للذات، ثم تقدير أو ثقة بالنفس، وتحقيق للذات من خلال السلوكيات. هكذا أرى المعنى للإلقاء بالفرنسية، خصوصا في دقيقة أو دقيقتين. prendre la parole en public c'est un art. automatiquement c'est l'excellence qui s'installe. avec de la pratique et de l'entraînement. Il faudrait qu'on s'entraîne. Prendre la parole en public, parler en public, c'est une nécessité de plus en plus grande dans l'entreprise d'aujourd'hui. Vous qui êtes étudiant de valeur, étudiant prometteur et promoteur, il faudrait qu'on s'engage davantage dans tout ce qu'on appelle l'éloquence, qui est un exercice délicat. L'éloquence, c'est un petit peu parler avec aisance et avec une bonne manière et la meilleure de vous-même. C'est-à-dire, on devrait en effet, pour un manager par exemple, pour un directeur, maîtriser l'art oratoire. C'est une qualité qui est requise, qui est utile encore pour quelqu'un qui est manager. Pour animer les réunions, pour motiver les équipes, il faudrait qu'on soit déjà dans la meilleure des manières, que ce soit en langue française, même en dialecte marocain, qu'avec la meilleure des manières, avec le langage probant. D'accord? Et encore, l'enjeu de taille, c'est quoi?
شنو هي القيمة الفعالة في هذه النقطة؟ سي امبوزي اي اوردوني لي زيدي اي لا بيرسوناليتي فيا كوا؟ فيا سون ايلوكوسيون، فيا سون بارتاج دو مو دوفون دي انترلوكوتور، دوفون دي كليون، دوفون دي بارتنير اوسي. N'adhérant pas forcément d'emblée à ces positions, ça permet de construire son crédit personnel. يعني بطريقة الإلقاء الفعال أنت تصنع لنفسك قيادة فعالة. هكذا نقول وهكذا نبدأ به. يعني فقط هذه الجملتين باللغة الفرنسية ترجمة لما قلنا في الأول. المطلوب الآن أناقة نوعية في الإلقاء من خطاب وسلوك مرئي ومسموع. نعم، يعني سوف نتحدث عن ذلك بعد قليل. هناك أناقة مطلوبة الآن. أنا أريدك أن تكون أنيقا يعني في طريقة كلامك، ولو يكون لديك 10 كلمات فقط، تقدير جمالي إيجابي. الشخص الأنيق يختار الأفضل في مجال اللباس والتعبير اللفظي والسلوك كذلك، الذي يرى ويسمع ويحس. أوكي؟ الأناقة هي طريقة للوجود والوقوف والتحدث وما إلى ذلك. يعني أن تكون أنيقا هذا مطلوب، خصوصا في الجمعيات، خصوصا في النادي، خصوصا في المدرسة العليا، خصوصا في الجامعة، وخصوصا في الانتربريز، ألا وهي يعني الشركة أو المقاولة. اللباقة في الكلام من الإلقاء الرنان، اذكرها واكتبها أمامك. اللباقة في الكلام من الإلقاء الرنان. يعني تعد اللباقة في الكلام من الصفات التي يمتلكها أصحاب الشخصيات الاجتماعية الحكيمة. يعني تجد رجل أو امرأة لديهم طريقة وخطابة بطريقة يعني جذابة للغاية، ما شاء الله. هي تتضمن الأخلاق واللطافة. فالإنسان الذي يجيد التكلم والإلقاء البسيط والنوعي خصوصا، والذي يستطيع عمل الحوارات مع الآخرين ويقوم بمناقشتها بأسلوب راقي، يدل على ماذا؟ يدل ذلك على حكمته. في زمان يعني لما كنت صغير السن، بعد يعني أقل يعني في تقريبا 16 سنة 18 سنة، كنت أجلس مع رجال خصوصا يعني أصحاب المتاجر الكبيرة في حي بسلة يدعى تبريكت، وكنت أجلس معهم وأنتفع بطريقة ولباقتهم في الكلام. والله أنتفع الكثير من الأشياء تعلمتها من هؤلاء الناس، منهم من رحمه الله ومنهم من زال على قيد الحياة. الآن لكسب اللباقة في الكلام طرق عديدة منها. اختيار الكلمات ضروري، المواضيع الجذابة ضروري أن تختار المواضيع. هذا الموضوع اختير من طرف جمعيتكم، اختير من طرف الأعضاء. يعني هذه الطريقة، الكاريزما والخطابة. يا سلام، والله من أول يعني زمان كان لي هذا الموضوع، ولكن عرجنا على هذا الموضوع لأنه طلب للشباب. يعني المواضيع الجذابة والمفضلة لدى الآخرين. ولهذا ينصح الإنسان اللبق خصوصا بأن يتحدث مع الآخرين بالأمور التي يفضلونها. لهكذا اللباقة، هكذا المرونة. يعني تجنب تجهيز الكلمات وحفظها لكي لا تكون لديك عوائق لغوية أمام الكل، والعمل على قولها بشكل مباشر. يعني ترجم ذلك وخذ لك يعني مهلة للتحدث، بحيث تكون خارجة من القلب وليس من العقل الذي عمل على حفظها مسبقا. يعني الكلام مفهوم. تعلمنا من هذه اللبنة البسيطة أن اللباقة في الكلام من الإلقاء الرنان، وخذها هدية مني. تجنب التحدث بصوت مرتفع إلا إذا كنت في إلقاء معتبر كبير، يعني 300 شخص، 200 شخص إلى آخره. البدء بالكلام عن طريق استخدام الصوت الهادئ. لا تقل السلام عليكم ورحمة الله بصوت مرتفع في الأول. يعني في الأول هادئ، ادخل هادئ، وبعدها كبر الصوت، وبدون استخدام أسلوب الرموز. لا ترمز على أشياء أو لأشياء، أي كن واضحا وصاحب اتصال بصري. يعني ماذا اتصال بصري؟ اتصال بصري مفعول الكاميرا، أنك تلاحظ الناس على اليمين على اليسار، وهكذا تراهم وتعطيهم انطباع على أنك معهم وتحترمهم خصوصا.
استبدال بعض الضمائر مطلوب لأنك لبق، طالب علم لبق، يعني يختار الكلمات بكل احترام. والله أنا أعجبني عبد المنعم كيف حدثني وكيف حدثني الآخرون، يعني بطريقة لبقة وبأسلوب يعني ما شاء الله، يعني مثله مثل كل طلبة الجامعة، مثل استبدال ضمير أنت بكلمة سيدي، يعني سيدتي، أخي الكريم، أستاذي. يعني هكذا نحترم الناس وهكذا نعطي انطباع على أننا أصحاب وأسياد الكلمة. يمكن لكل منا أن يطور مهاراته ويزيد من لباقته في الحديث، يعني من خلال القراءة. اقرأ 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 وطعم عقلك بالقراءة وبالكلمات كي تجد هذه الكلمات والمقولات والأحاديث النبوية والآيات القرآنية. لاحظ أنك صاحب قيمة عالية. ومن أهم الخطوات المتبعة لكي نعرج على النقطة يعني البعد الأولى الثانية، أهم الخطوات المتبعة في ذلك التدرب على اختيار العبارات التي يستطيع كل فرد يعني أن يتقنها. كأنني أنا قبل المحاضرة عن بعد، ويعني كانت لدي ورقة حفظت بعض الكلمات الجديدة لأنني بحثت من أجلكم إلى آخره وتعلمت معكم. نحن نستفيد ونفيد كذلك. أوكي، تدريب يعني تدريب الصوتية كما نقول من أجل اختيار الطبقة المناسبة للكلام. لا تتحدث مع الرجل كما تتحدث مع المرأة، كما تتحدث مع الأستاذ، كما تتحدث مع المدير، وكما تتحدث مع الطفل الصغير. نحن نغير من نبرة صوتنا لأننا نود إلقاء فعال. التدرب على قول الكلمات، بعض الكلمات لا تخرج بطريقة سلسة خصوصا في الفرنسية لونجاج لاتان، يعني مركبة كأنها مربعة. أوكي، يا العربي أنت يعني مدرك للأمر، الإنجليزي قد ينفع معك الإنجليزي أكثر لأنه قريب جدا من العربي، بين قوسين في الطريقة في الأسلوب، مع الحرص على إتقان مخارجها. هكذا تكون صاحب همة عالية في الإلقاء الفعال. التدرب على الحديث بشكل بطيء كذلك. أوه، لأنك دائما تسرع تسرع تسرع. في بعض الأحيان سأغير صوتي، سوف ترى ذلك بأم عينك، لأن هذا سيظهر للآخرين يعني ثقة الشخص بنفسه. تكون صاحب همة في الحديث وكذلك. الآن الالتزام بحدود اللباقة، نقطة بسيطة، أي أن يكون الشخص مبتسما. إن لم تبتسم كيف للآخر أن يقبلك؟ وتكون مبتسما مستمتعا، اكتبها رجاء، والله أنت تعرفها ولكن اكتبها لكي تترسخ في الذهن. كن دائما ودوما مبتسم، وأن يتجنب كثرة الضحك. عندما نكون في اجتماع ربما نبتسم مرة نضحك مرة، ولكن لما نكثر الضحك أو لما نكون أمام الأصدقاء أمام الزملاء في العمل، والله قد لا ينفع. التحدث بعبارات تدل على الحب والاحترام، لأن هذا يمنح الشعور بالرضا. الشعور بالرضا، حب واحترام، شعور بالرضا، بالضبط ما يقوم به أعضاء مكتب نادي جرين باور. يعني ليس يعني أنا أثمن هذا المجهود، لأن الخطاب الجميل يصل على بعد كيلومترات. يعني أذكر عبد المنعم وأذكر رضا وأذكر يعني حمزة وخولة وزهيرة وسفيان وأيوب وياسين، هؤلاء يخدمونكم وهم خدموكم اليوم. ألف تحية واحترام لعملهم النبيل. نحيي كذلك من خلالهم كل طلبة لينسام وجامعة محمد الخامس ككل. هكذا نحن لبنة أساسية ونقوم بأعمال جبارة. التصميم على إيصال الأفكار إلى الآخرين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. والله أنا أقول كل ما هو يعني سليم، لا أضيف شيء، أنا أقول أشياء تخرج من القلب، يعني حتى الكلمات ليست مختارة اليوم. أنت صاحب إلقاء فعال، أظهر ذلك يعني أمام الناس. هكذا نقول، هكذا إن كنت يعني إن وددت أن تختبر نفسك، يعني اختبر نفسك في يعني الاجتماعات البسيطة مع الأصدقاء، ثم كبر المجموعة، ثم أمام الناس لا تعرفهم، وتصل إلى اللبنات الأساسية. أنا أعرج يعني أنا مسرع بعض الشيء أنا أعرف، لكي أصل إلى النقطة الثانية. أوكي، ثانية، والله دخلت معي في الدورة. التصميم على إيصال الأفكار للآخرين أو إلى الآخرين،
ولكن قبل التحدث يجب على الشخص أن يجمع أفكاره. يعني قبل أن تتحدث خذها مني، قبل 10 سنوات 15 سنة كنت مسرع في الطريقة وفي الترتيب وإلى آخره، رتب أفكارك ثم تحدث، خذها مني كأنني أخوك. التعامل مع الآخرين بأسلوب ماذا؟ بأسلوب الأخذ والعطاء في الكلام، لا تسيطر على الوضع، اسمع من الآخر، قم بهذه الحركة نافعة لا محالة، وسوف نتعلمها بعد قليل من خلال تدريب بسيط. التعامل مع الآخرين بإعطاء انطباع على أنك تفهمهم تقبلهم، والعمل على منحهم الفرصة لكي يتحدثوا بدون انتقادهم. لا تنتقد الناس، قل نعم أكيد هذه أفكار نيرة فيها الكثير من الجدوى، أي كذا وكذا، اعطي هذا الانطباع. وتدرب مع الأطفال، وتدرب مع الإخوة والأخوات الذين معك في الجمعية أو في النادي أو في المدرسة العليا، العمل على منحهم الفرصة كي يتحدثوا قيمة كبيرة جدا. عدم عفوا منكم، عدم مقاطعة الأفراد أثناء كلامهم، إن تحدث فلان لا تقاطعه، وإن شاء الله نتوخى هذه اللبنة يعني في مناسبة أخرى، كيف نحتوي الإلقاء عند الناس، وكيف تعطي انطباع على أنك فهمت وتؤسس لمعتقد جديد بينك وبينه. هذه من تقنيات المبيعات، والله أنا أريدها لكم، أنت تطلب وأنا ألبي أثناء كلامهم، مع النظر إليهم أثناء التحدث، وإظهار ماذا؟ إظهار الاحترام والود لهم كذلك. كيف تكون بارعا في الكلام؟ وصلنا. إذا أردت أن تكون بارعا عليك أن تكون إنسانا مثقفا. أنا أقول وأجددها دوما، ما معنى مثقف؟ يعني أن تقرأ كتب، أن تكون صاحب همة، كل يوم تتعلم شيء معين، يعني تسمع شرائط، تسمع يوتيوب، تسمع يعني أي شيء تحبه أنت أو يحبه المرجع العام أنت معه. بذلك يصبح كلامك وحديثك يعني منطقيا ومهما. نعم، عليك أن تطبق الحكمة القائلة ودونها رجاء. هذه الحكمة أعرفها منذ 20 سنة، أعرف شيئا عن كل شيء وكل شيء عن شيء واحد. اعرف شيئا عن كل شيء وكل شيء عن شيء واحد، مميزة ونيرة هذه المقولة القديمة. الآن سوف نعرج على الاهتمام بلغة الجسد وترتيب الأفكار واستخدام المصطلحات السهلة والاستعداد للإجابة عن جميع الأسئلة مع تثبيت الكلام. كيف نثبت الكلام؟ قلنا المسموع بنعم، أكيد كلامك صح، حتى من مكانك أنت في البيت مثلا وفي مدينة معينة، الإخوة من الراشدية ومن طاطا ومن الدار البيضاء ومن وجدة ومن طنجة ومن مراكش ومن الرباط وسلا، يعني من كل أنحاء المغرب، يعني إن قلت كلام ثبت كلامي بهذه الحركة، وثبت كلامي بالكتابة. إن كتبت من هذه اللحظة إلى آخر المحاضرة ورقة أو ورقتين فأنت بارع جدا في التدريب، وسوف تكون لديك هذا الشأن إن شاء الله الآن أو قريبا بحول الله. يعني الاستعداد للإجابة عن جميع الأسئلة مع تثبيت الكلام المسموع بنعم هكذا. أوكي، ثم الإيضاح والتأكيد. أنا أؤكد، يعني يمكن أن يكون الشخص متحدثا بارعا، لديك صوت ولديك خطابة من خلال تحديد الهدف من كلامك. تقول هذا الهدف مثلا: في نهاية هذا العرض سوف يكون كل واحد منا قادرا على فهم معنى الإلقاء الفعال ومعانيه وفنياته الطيبة، ثم سوف نعرج على قانون أو يعني الخطوات التسع لروبرت جاجن. يعني هذا عالم كبير توفي قبل سنوات، ولكن لديه الشأن الكبير في كل ما هو باللغة الفرنسية أقولها انستركسيون، انستركشن، يعني يعطيك تدريب بطريقة الانستركشن كأنها عسكر، يعني أوتوماتيكيا أنا أعطيك خطاب لمدة 10 دقائق ولكن فيه كل شيء، يأتي شخص آخر يعطي خطاب لساعة زمن، الخطاب الأول أحسن من الثاني. هكذا سوف نتعلم اليوم في آخر يعني هذه الدورة، خصوصا في ال20 دقيقة الأخيرة. ثم النقطة الأخرى يعني تحديد الهدف من الكلام وتوضيحه، فقد يعني يؤدي عدم وضوح الحديث إلى شعور الشخص بالارتباك.
وكذلك نطلب من الإخوة والأخوات لما تكون في يعني في جماعة جماعة يعني في نادي أو يعني مع الناس أو مع الأساتذة ولا مع لي مومبر دو جوري إلى آخره، il faudrait qu'on sache briser la glace، يعني كأنك تكسر الثلج أو الجليد، ويعني طريقة بديعة ويلزمها تدريب، تدريب بطريقة بسيطة، أن تقترب للناس، لا تقترب كثيرا، مترين على الأقل على الأكثر، ثم ثناء على المستمعين. عندما تكون مع الناس ضروري أن تثني عليهم، أنا بدأت بذلك، ولكن لا أثني يعني من باب الثناء، لا، أنا أثني كي أقترب من الناس، كي أحبهم، كي أحترمهم، وكي أعطيهم كل شيء طيب بحول الله، هكذا يقبلوك، يعني ليس بالصوت فقط وبالحركات فقط، لا، أو باللباس، يقبلوك لأنك تثني عليهم وعلى مسامعهم وتعطيهم انطباع على أنك يعني تكن لهم كل الود والاحترام بطريقة سلسة أكيد. ثم الاستفادة من ردود ماذا؟ ردود فعل يعني لفيدباك، كل ما قالوه أنت تستوعب ما يقولونه، تحتويه لأنها لغة، لغة أو خطاب أحتويه، ثم أركز على المهم فيه، ثم أرد لهم نفس الخطاب، هذا إن كان تواصل، إن كان اتصال في يعني في جماعة أمام الناس إلى آخره 50 شخص مثلا، ثم هذه عملية اتصال وليس التواصل. إذا أردت أن تخلق التواصل، انتظر التغذية الراجعة أو التغذية الاسترجاعية، أو بالفرنسية ما نسميه بلا ريترو أكسيون. لا ريترو أكسيون سي أن بتي بو لو فيدباك أون أنجلي، فيدباك، أوكي؟ عدم مقاطعة حديث الآخرين، تكرار حديث الشخص المقابل، لا تقول نفس الشيء أو تسأله بأسئلة قد لا تليق به، الاستماع الفعال كذلك، التواصل النظري قلناها، ما نسميه باتصال بصري، التدرب المنتظم إلى آخره. الآن وصلنا إلى النقطة، إذا كان لديك شيء تريد قوله رجاء، بونسوار تو الموند، بونسوار للا، بونسوار، معنا أساتذة اليوم، أوه لمحت الأساتذة كذلك، الطلبة والأساتذة في هذه المحاضرة التدريبية. عفوا، منكم هذه الدورة كانت مبرمجة باللغة العربية منذ الأول، يعني لكي أجيب، قد تكون دورة تليها باللغة الفرنسية يعني تنفع في كل ما هو سوتنانس إلى آخره، طرق الإلقاء، لا بريز دو بارول اون بوبليك إلى آخره، حتى هي عن بعد نافعة لا محالة. يعني إذا كان لديكم أي سؤال رجاء، أو أي شيء تود إضافته، كأنك يعني في صالة ونحن في صالة وأنا على اليمين وأنت يعني أمامي، اكتب لي واكتب للإخوة والأخوات ما قلناه، كأنك تركز على نقطة أو نقطتين قلناها منذ الأول وأعجبتك، أكيد ضروري أن تعجبك النقطة الآن. يقول ألبير مهاريبيان، هذا إيراني أمريكي، يعني سنة 1943 ركز على بحث عميق رفقة الطلبة، لأنه سايكولوجيست أمريكي هو، ثم ركز بعد يعني تدريب وبعد بحث وبعد عناء وبعد يعني بعد فلاح، يعني نجح باستمتاع، يعني قال عناصر الاتصال communications components يعني تشترك في عملية التخاطب أو الاتصال 3 عناصر: الكلمات، النبرة الصوتية، ثم تعبيرات الجسم. أوكي، أنا أترجم. الكلمات c'est le contenu. Le contenu c'est le contenu des mots. D'accord? 7% pour les mots. Automatiquement. يعني مرة مقبلة بحول الله نكون يعني نركز معكم ونعطيكم المعلومات أمامكم، حتى يمكننا أن نضيف بعض الشرائط البسيطة في دقيقة دقيقتين تعطي الكثير من الأشياء، ولكن الآن أنا أساعدكم بالحكي. الكلمات 7%، ثم النبرة الصوتية قلك ما دون الكلمات 93%. فهمت القصد؟ يعني كلماتك المهمة للغاية، نعم، ولكن هي مفعولها 7% فقط، ولكن النبرة الصوتية 38%.
تمام، النبرة الصوتية يعني ماذا؟ يعني النغمة، يعني ما نسميه بالفرنسية لو بارا فوكال. كيف تقول مثلا لطفل صغير أحبك؟ يعني هل تقول له أحبك؟ لا والله لا تصل، يعني ضروري من نغمة تثير انتباه الطفل الصغير وتعجبه إلى آخره. كذلك مع الناس، يعني في مهنة معينة، مع الطلبة، مع الأساتذة، وسوف نعرج على المقاولة بعد قليل، بعد 3 دقائق. 5 الكلمات 7%، النبرة الصوتية 38%، المركبات 3 للتخاطب، كلمات، نبرة صوتية، ثم تعبيرات للجسم. أنت لاحظ معي، الكلمات والنبرة الصوتية بالكاد تصل إلى 45%. يعني ماذا؟ ضروري من لغة جسد. لماذا نقبل الناس منذ النظرة الأولى ولا نقبلهم بتاتا منذ النظرة الأولى؟ لماذا لما يتحدث أنت تقبل كلماته لأنها جيدة للغاية؟ ثم النبرة الصوتية 38%، ضروري أن تقول القوة، ضروري أن تقول تأطير، تأطير. أنا أضفت حركات، يعني في المستقبل القريب، في الماضي، لما تكون القوة داخلية، لما نفكر بعقل، لما يكون الشعور ينبع من الداخل، لما تكون الإخوة أنت والآخر والآخر. لا، قد لا تنفع هذه الحركة، وسوف آتي إليها. يعني عندما تقول فلان ومراد وحمزة ورضا وزهيرة وإلى آخره، لا تنفع. لما؟ عندما تقوم بهذه الحركة تنفع لا محالة. كيف؟ يعني الناس على اليمين، ثم الناس على اليسار، الناس الذين هم أمامي الآن أمام الشاشة، أنا أقول لكم هذا القول لأنني أحبكم كثيرا. أوتوماتيكيا، يعني حركات قد تليق مع الكلمات، وهذه الحركات ضروري أن تنفعها أو تؤطرها نبرة صوتية تدخل في السياق لكي نصل إلى 100%. وصل كلامي؟ وصل، ولكن سوف نصل إلى الأشياء الأخرى. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هذه آية قرآنية، صدق الله العظيم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل الكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المعنى، يقول علي بن أبي طلحة عن ابن العباس، يعني مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله، شجرة طيبة هو المؤمن أنت وأنا، أصلها ثابت لا إله إلا الله في قلب من؟ في قلب المؤمن، فرعها في السماء، يعني يرفع بها عمل المؤمن إلى ماذا؟ إلى السماء، إلى السماء. وقال آخرون أبو مسعود وابن العباس شجرة الجنة أو النخلة، كلامك الذي تتلفظ به يعني هو يذهب بك إلى الجنة. اللبنة الأولى انتهت، نعرج على اللبنة المهنية الثانية. ولذلك يعني أطل عليكم طلة وأرى من معي لكي أفهم أكثر. معنا الإخوة والأخوات، مرحبا بكم، الصوت مسموع، الصورة مسموعة، يعني مرئية، جيد للغاية. والله أنا من يشكر أخي أمين، وأنا من يشكر الإخوة والأخوات. بونسوار تو الموند. النقطة الآن، الكاريزما. الكاريزما هي أحد الأصول الرئيسية للتطوير والتقدم في مجال العمل. أنت صاحب دبلوم، أنت خريج جامعة كبيرة، رجالا ونساء لدينا جميعا إمكانية تطويرها ببساطة عن طريق تغيير عاداتنا. العادة، أنا أعطيك مفهوم العادة عندي، أنا فهمت العادة كثيرا من ستيفن كوفي صاحب الكتاب 7 عادات للناس أكثر فعالية، تعرفونه أكيد. هذا الرجل صنع أو يعني أعطانا قيمة كبيرة للكتاب، وكان له كتاب آخر بعد العادات 7. الكتاب الآخر لدي أنا قرأته، ستيفن كوفي، العادة الثامنة. العادة الثامنة سماها العظمة. أتعرف ما معنى العظمة؟ العظمة لا سوبليماسيون. العادة الثامنة يعني أن تكون راقي. وكيف تكون راقي بدون كلمات وبدون إلقاء وبدون طريقة وبدون كاريزما؟ إن فهمت قصدي ندخل مباشرة إلى هذه اللبنة الأساسية. العادة نحتويها،
إذا أعجبتك معلومة اكتبها رجاء، هذا بحث. العادة نحتويها من خلال السلوك، والسلوك أصله قوة التصرف. دونك مثال، التصرف هو الذي يصنع سلوكي. L'action, elle est nourrie par ce qu'on appelle une attitude. L'attitude, c'est quoi exactement? L'attitude ou le tasarruf. مثال, اعتزم فعل شيء فهذا تصرف. Vouloir faire la chose, c'est ce qu'on appelle une attitude. D'accord? Et اقوم بالشيء فهذا سلوك. يعني التصرف هو الذي يصنع سلوكي، أو هو الذي يؤطر سلوكي. إن أردت أن أقوم برياضة مثلا أو بتمارين رياضية، فتصرفي ضروري أن يقويني. الآن كيف هو التصرف يا أستاذ؟ أنا أعطيكم قيمة علمية. الآن نتحدث عن السلوك المرئي، نعم، والمسموع، وكذلك الحسي. السلوك يتأثر بالتفكير وبالشعور حسب نظرية تغيير الحالة، لو شونجمون ديتا مونتال، ديال ريتشارد باندلر وجون جريندر في البرمجة اللغوية العصبية. يتأثر بالسلوك وبالتفكير، وكذا التفكير يتأثر بالسلوك. هي عملية دائرية، والشعور هي عملية دائرية. فإن غيرنا السلوك يتغير الشعور والتفكير لديكم، يعني أوتوماتيكيا. أنا أعطيك أمثلة لكي نفهم. إن قلت كلام مفاده روعة الطالب أو الطالبة، طالب علم أو طالبة علم، فيما يعطي، فيما يسمو به، أنتم الفخر للأسرة وللجامعة وللمدرسة العليا لينسام ولهذا البلد، والإخوة والأخوات الأساتذة معنا كذلك. يعني أنتم فخر هذه الأمة. أكيد تحرك فيكم أشياء جميلة. من خلال ماذا؟ من خلال لمس الهوية وقيمة الوطن والذات الجميلة النافعة إلى آخره. وصلت أكيد. سلوكيات تنفع الذات وكل الناس. أنا لما أقول كلام، هذا الكلام هو سلوك لغوي، وهذا السلوك منبعه تصرف، والتصرف هو الذي يؤسس للسلوك. التصرف 3 مكونات، اكتبها رجاء، 3 مكونات حسب عالمان. عالمين، يعني عالم الأول اسمه بروفيسور زانا سايكولوجيست، والبروفيسور الثاني اسمه روزنبرغ. يعني عمل معا وقال الكلام التالي بعد بحوث دامت لسنوات. يعني فيه هذا التصرف فيه 3 أساسيات: فيه الجانب المعرفي لا كونيسيون، فيه الجانب الشعوري العاطفي، يعني ما نسميه ب ليموتيفيتي، داكوغ، أنا أترجم. ثم فيه الجانب الثالث ما نسميه باللغة الفرنسية لا كوناسيون، ولا لو كومبورتمون كوناتيف، ولا لاتيتود كوناتيف، يعني الدافع القوي فيك. هذا التصرف هو الذي يعطيك القوة كي تكون في السلوك. إذا تحقق واحد من هذه المكونات حسب العالمان، يعني العالمين، يعطينا التصرف الذي يأتي قبيل يعني السلوك، أو بالأحرى يؤسسه. يعني التصرف يقوي سلوكياتك. يعني ما فيا ما نقرا، ولا ما فيا ما نهضر، لا يتكلم انتوما، لا ما فيا ما نقول شي حاجه. هذه باللغه العاميه انت تتحدث عن تصرف. ولذلك السلوك كيف يكون؟ سيكون ويتبع التصرف. اوكي، اذا كان ايجابي، سوف كذا، انا اؤسس لنفسي لكي اكون جيدا في اللغه الانجليزيه، لانني بعد الماستر مثلا او بعد الدبلوم العالي سوف اكون في المانيا، والمانيا اما الالمانيه واما الانجليزيه، انت تختار. اكيد الانجليزيه، لانك يعني اسست لها لمده سنوات. ان كنت في بزنس انجليش، يعني طيب وجيد، فأنت تؤسس لسنة أخرى، يعني قد يكون ماستر ثاني، أو يكون عمل في ألمانيا مثلا. هذا المعنى، أنا لا أؤسس لكي تخرجوا من البلاد، لا لا والله. المعنى أكيد وأصيل، أنك ضروري أن يكون لديك لغة حية عالمية. يعني فرنسي جيد، إنجليزي جيد، أنت من الضروري أن تدخل في هذه الأساسيات الطيبة. ثم إذا اجتمع الثلاثة معا، يعني مكونات التصرف، كوناسيون، كونيسيون، إيموتيفيتي، معا، فنحن كأننا في عيد للتصرف، كأن التصرف يفرح، أي نفلح بحول الله، لأن السلوك يتقوى بماذا؟ بالتصرف القوي. أوكي، وصلت. نؤسس للكاريزما الآن. من ثانية، هذا الشكل من الظهور والحضور.
كاريزما، يعني حضورك بالوقفة بالجلسة هو صفة مقدرة، يعني صفة مقدرة كما نقول، أو قدرة كاباسيتي كفاية. يعني يحلم العديد من المديرين على وجه الخصوص بأن تكون كلماتهم لها صدى عميق في الآخرين، لدرجة أنهم على استعداد لمتابعتها ومتابعة معانيها بدون تفكير منهم. يعني النقطة أنك تتحدث والناس يتبعونك لأنك صاحب كاريزما، صاحب حكمة. يعني أبو بكر الصديق كان هكذا. الكاريزما، تعرف شخصيات عالمية، لا أود أن أذكر شخصيات قد تعجبك وقد لا تعجب. باراك أوباما لديه كاريزما، يعني الناس البعض، ستيفن كوفي كانت لديه كاريزما، أنا أقول حتى أنتوني روبنز إن تعرفونه، أحسن كوتش في العالم، يعني بطريقة كاريزما. كاريزما ليس لأنه يخطب خطابة جيدة، لا، الكاريزما كأن الناس تأتي إليه، الكاريزما كأنك تجذب على الأقل 3 أشخاص، 4، 5، 6، 7، 10، ويقبلونك ويقبلوا كلامك وتكون مجدي لهم أكيد. يعني طريقة جذابة وعميقة، نحن نكسب الكثير، هذا هو التأثير المحترف العظيم. يعني جاذب لانتباه الجمهور، أنت صاحب كاريزما تجذب الجمهور، فهي خاصية من الخاصيات الجميلة التي سنعرضها بعد دقائق. يعني ساحرا دون أن تلاحظه، يحشد يعني الآخرين يعني حول أفكاره. يعني فكرتي أوصلتها لك وأنت انغمست فيها، تغلغلت فيها، ومساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة. نعم، تستمع إليه دون عناء، تقبله. يعني قد تقول في نفسك أو في قرارة نفسك، أنا أريد يعني مثل هذه الطريقة، قد يكون وقد لا يكون. إليك لمحة صغيرة الآن عما نسمي الكاريزما المهنية، ببساطة نوع من الهالة السحرية، إلى جانب قوة الجاذبية اللاواعية التي تغري المحاورين على الفور. قد يكون زبون، قد يكون بروسبي أو كليون. الكاريزما هي أول، يعني أولا أقول الكاريزما وقبل كل شيء شخصية شمسية، يعني c'est une personnalité splendide et lumineuse on va dire ça comme ça، أو لامعة، شخص لديه موهبة إرضاء الآخرين، يرضي الكل تقريبا بسلاسة وبأقل وعي منه وبسهولة، شخصية مرنة تؤكد ذاتها مع الآخرين. الشخص الكاريزمي هو شخص يعرف كيفية التواصل بشكل عادل مع الكثير من الناس ومن الطباع هنا وهناك، وأصلي وكذلك أصيل، سهل، نزيه، إلي أنتغر، هذه الكلمة يعني للنزاهة، إلي أنتغر، إل في لي شوز أوتون كيل بو إتسيتيرا. دونك الشخص من يعرف كيف ينقل صورة الأمن والثقة، والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى ماذا؟ إلى التماسك في المجموعة أمام هذه الشخصية المشرقة قلنا والملهمة كذلك. لدينا رغبة واحدة فقط، أن نتبعها، نتبع قراراتها. القيمة هنا كي تكون مرتفعا وراقيا وصاحب كاريزما شخصية مهنية، هي كذلك صفة مهمة في العمل. أنا أظن أنها أكيد، لا ليس أظن، أكيد أنها مهمة في العمل، ولكن ضروري أن تكون بأقل وعي منك لكي لا تتعب. إذا تم التأكيد على الكاريزما فذلك لأنها تفتح العديد من الأبواب، خاصة على المستوى الدراسي والأكثر منه على المستوى المهني. يعني دورة للكاريزما قد تكون بين 5 مليون و50 مليون سنتيم، باش نعطيكم يعني المعنى في أوروبا وفي أمريكا خصوصا. عندما ندرك هذه الخاصية فإننا نعرف كيف نستخدمها بحكمة وسلاسة لنجعل أنفسنا مسموعين ويفهم الآخر بوضوح. يعني نحن نعرف كيف نفرض أفكارنا بلطف من خلال نقل ثقة للآخرين، وليس بمحاولة السيطرة عليهم. لا تسيطر على الناس، لا ينفع، حتى في مجالات عدة، عملية كانت أم شخصية أم عائلية. في الاجتماعات مثلا، أنا أعطيك هذا المثال، نتصرف بشكل استباقي ونتخذ المبادرات، يعني كن منصتا وبعدها مبادرا، كما قال ستيفن كوفي، أول لبنة لما نسميه
بالعادات السبع للناس أكثر فعالية في المجتمع إلى آخره. proactive proactive وليس reactive. يعني reactive يعني réaction, ce n'est pas une action du tout. يعني automatiquement la proactivité c'est المبادرة, أن تأتي إلى الأهداف. لا تكن تفاعليا, لا تكن فعاليا, يعني على أبعد تقدير ثبت كلام المتلقي. قلناها هذه قيمة مضافة, أعطيه قيمة وأجب بطريقة مرنة ووجيهة ورصينة. أوه كما قلناها بطريقة شعرية, أعطيه قيمة وأجب بطريقة مرنة ووجيهة ورصينة. هذا لب الألفة, أن تتغلغل داخل عالم الفرد أو الأفراد بطريقة مرنة. هذا ما نسميه بالألفة. للتلخيص فقط لكي نمر إلى لبنة تقنية الآن, نعكس صورة شخص ما منخرط في شركته, وهذا يرضي يعني بالضرورة. يتمتع الشخص الكاريزمي بمزيد من الطاقة الجيدة والزخم لتسلق السلم, لأنه يجرؤ على إيصال أفكاره ويعبر بشكل طبيعي قيمة هويته الشخصية والعملية. مثلا إذا أعطيت مثال مقارنة بين 3 أشخاص, الأول والثاني والثالث, صاحب الكاريزما نختاره لكي يكون مديرا, نختاره لكي يكون رئيس قسم, نختاره لكي يكون يعني فعالا لأنه هو يقبله الكل هكذا كأنه جذاب. كلما كنت مرئيا بشكل سلس, كلما أثبتت نفسك كشخص قوي ومسؤول, وكلما زادت سرعة نموك. يبدو هذا منطقيا ومعقولا. من يفلح يصل إلى النتيجة. يمكن للأشخاص الخجولين أن يكونوا كاريزماتيين أيضا. الخجول منا قد يكون كاريزماتي. هذا عمل نصقله وننحته بمهارات soft skills, يعني مهارات لغوية, مهارات تواصلية هكذا. تواصل فعال لفظي وغير لفظي, وقفة وتد, ابتسامة, وكثيرا من الود والإنصات وتثبيت الكلام إيجابا. قلناها ونعيدها دوما دوما, خلق الاحتياج والنتيجة, أن تخلق الاحتياج عند الآخر كأن الآخر سيجيبك بما أنت يعني لفظت أو أعطيته لفظ, كأنك تحتاج لكلمات هذه. يعني نفع الآخر كذلك. ce qu'on appelle l'empathie. l'empathie مهمة للغاية, يعني أن أكون في مكان الآخر. بعض الناس لديهم نزعة طبيعية في هذا الأمر, بمجرد أن يتكلموا يصمت الجميع. أوه الوقت يمر, لكن سيكون من الخطأ الإيمان بالشيء بصفة فطرية. أوكي, مثل أي أداة تطوير شخصية يجب العمل على الكاريزما. الخبر السار هو أنه لا يوجد شكل واحد من أشكال الكاريزما. ثبت الكلام, بل أشكال كثيرة. هذا المفيد. لذلك يمكن للجميع تكييفها مع شخصيتهم. إذا نجح بعض الناس بسرعة أكبر, فذلك لأنهم كانوا موضع تقدير في طفولتهم, وأظهروا على الفور احترام الذات والثقة بالنفس وتثبيتها وتأكيدها. وهو يعني المعنى هو أمر جذاب. يمكن للأشخاص الخجولين كذلك أن يكونوا كاريزماتيين أيضا, طالما أنك أصلي أصيل, أوتنتيك, فري, فيريتابل, أفيري, يمكنك أن تقنع. فهمت كلامي؟ وصلت. حتى بصمتك أحيانا يعني أو بكلمات معدودة قد ينفع الأمر. ليس بالضرورة أن تتحدث يعني لمدة طويلة للغاية. أرجع إليكم يعني طلة بسيطة ونعرج. جيد, مساء النور, مساء الخير إخوتي أخواتي, مساء بونسوار الإكسلنس. وي ميرسي بوكو, سي الإكسلنس دون لا تيماتيك اي دون لا اي دون لا ce qu'on appelle, c'est un peu l'organisation de ce groupe de personnes, de groupes d'étudiants qui sont minutieux,
ils ont voulu ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est très demandé, oui, c'est très très demandé. Moi, en tant que première année master, première année licence, deuxième année master même, il faudrait que je sois un petit peu plus dans tout ce qui est charisme, charisme, etc. إليكم الآن النقطة السحرية المنتجة. لدينا جميعا مصلحة في تطوير الكاريزما لدينا أكيد، حتى لو لم يعني نقود فريقا، ليس لدي فريق، ولكن أنا صاحب كاريزما مع الناس الذي أعرفهم. إنها أداة تتيح لك إثبات نفسك مع مشرفك أو مع رفاقك أو مع زملائك في العمل، واكتساب ماذا؟ الثقة بشكل عام. تطوير الكاريزما أخي الكريم، أختي الفاضلة الخاصة بك، لا يحدث بين عشية وضحاها، بل يتم تنميتها من خلال الخبرة. خبرة يعني تدريب. أفضل طريقة لتقويتها هي إنشاء إجراءات جديدة، أجرأت ما تود من سلوكيات تدريبات عمل، بتكرارها سيتغير سلوكك اليومي. بالتدريج ستشعر بتناغم أكبر مع نفسك، أكثر ثقة ورضا، ستصبح بعد ذلك أكثر جاذبية. اعمل على تحسين جاذبيتك في العمل في نقاط مدروسة. أول شيء يشمل جذب انتباه الآخرين، أن تكون مرتاحا لصورتك، أن تقبل ذاتك أولا، أن تكون في سلام مع نفسك. ليس من الممكن أن تكون صاحب كاريزما وأنت لست طيبا مع نفسك. الصورة الذاتية أصل تقديرك لذاتك، قبولك بحيثياتها، تيسيرك للألفاظ معها ومن خلالها. تدرب على ماذا؟ على النظر إلى نفسك في المرآة أو من خلال الصور لديك يعني والأشرطة كذلك. شاهد التغيير الإيجابي في وجهك عندما تجرؤ على الابتسامة. اجعل في نفسك أو من نفسك نفسا يعني قابلة بما ترى. الحمد لله، خلق الله العظيم، يعني أنا أو أنت. اسمع الكلام العظيم لرسول الأمة الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. روى ابن السني عن علي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال، يعني دعاء تعرفونه، الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وروى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نظر وجهه في المرآة قال الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. هكذا تنهي بهوية من المسلمين وهوية جماعية. انتبه رجاءً نقطة معينة، تكفي بعض العلامات الخارجية لمنح الآخرين صورة من الثقة حتى لو لم تكن واثقا من داخلك تماما. يعني أن تعطي انطباع على أنك واثق من نفسك، ليس هذا المهم، ولكن المهم أن تهدي هذه الثقة للآخر كي يكون أمامك ويقبلك. للتألق أكثر، تبنى أسلوب لباس تشعر فيه بالرضا، وليس بعيدا عن المرجع المعروف في الملابس في البيئة التي أنت فيها، مثال الكرافات، المربطة العنق أو العباءة. كان لدي يعني بعض الظروف وبعض الحيثيات، كنت في بلد معين وكنت الوحيد الذي ألبس كرافات، لاحظ في أوروبا يعني. وثم قال لي المدير، قال لي لا والله لا تلبس كرافات، الكل هنا بدون كرافات. يوم غد أتيت بدون كرافات وكنت أحسن فأحسن، حتى في دول عربية أو في دولة عربية يعني لبست مثلهم، ولا ألبس الكوستار والكومبلي إلى آخره. أنت مع السياق وأنت مع الأسلوب يعني في المرجع العام، يعني عباءة مثلي مثلهم، هكذا ثبتنا الأمور. النقطة الأخرى، اعتني بوضعية جسمك، لا تنزل يعني لا تنزل كتفيك، لا تكن بهذه الطريقة، لا تظهر للناس على أنك يعني يلزمك تقدير لذاتك. قوموا واستقيموا وتدا وتد، يعني ارفعوا رؤوسكم وحافظوا على يعني على الاستقامة، على الوقفة وتد. عندما تتحدثون إلى محاوريكم في الاجتماع
كن نفسك من خلال تشجيع التواصل البصري أن تنظر للكل مع العديد من الأشخاص قد ينفع. ضع صوتك أخي الكريم أختي الكريمة لإعطاء قيمة لكل كلمة، وخذ الوقت الكافي لأخذ فترات راحة لتأسيس ماذا؟ تأسيس خطابك، لأنك تفكر والعملية التفكير تكون ماذا؟ تكون يعني مبرمجة. الشخص الكاريزمي هو شخص يعرف نقاط قوته ويعرف كذلك كيف يستخدمها في الوقت المناسب. كل شيء يعني تومبوريل. حدد نقاط قوتك وقدراتك الطبيعية، الاستماع والتوليف والتعاطف ومهارات الاتصال لكونتاكت فيزيوال كذلك وما إلى ذلك، وانظر كيف يمكنك استخدامها بشكل يومي لتحقيق الأهداف. أهداف من؟ أهدافك أنت. الشخص الذي على سبيل المثال معتاد على الوقوف في الخلفية، يعني في الاجتماع تجده في الخلف أو في قاعة العرض إلى آخره، يمكنه استخدام مهارات الملاحظة والتحليل من بعيد بشكل جيد للغاية للتدخل بطريقة مناسبة أثناء الاجتماع. يرفع يده ثم يتحدث بطريقة وبكاريزما وبشخصية هائلة للغاية. إذا لزم الأمر اسمع، اطلب من أحبائك أقربائك سرد النقاط المحددة التي يحبونك يعني يحبونها فيك. يعني اسأل الأصدقاء معي في الجمعية، في النادي، الأعضاء، الزملاء، سوف يساعدك ذلك على أن تكون أكثر وعيا بصفاتك. يعني طريقة طيبة، ما الذي يليق، قد لا يليق ذلك، ميزة نأخذ بها بسلاسة بحول الله تعالى. نقطة أخرى قبل الأخيرة، اتخذ المبادرات، هي مفيدة. اتخذ المبادرة، كن مبادرا كما قال ستيفن كوفي. اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك لتسمع آراء الآخرين. إذا كنت خجولا بعض الشيء، تدرب على التحدث في دائرة صغيرة كما قلنا، مع الأصدقاء، مع الزملاء، مع الأسرة. خلال لحظات الاسترخاء يعني الأرق والستريس يقل. إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، أستاذي الغالي، يعني من قال لجماعة، يعني كان في عرض كبير وقال لهم: من منكم خجول؟ لاحظ معي. ثم قال لهم: لا أحد. رد: من منكم خجول؟ أنا أعطيه الآن مهارة من خلال 15 ثانية. ولاحظ كيف كان هو ما شاء الله رحمة الله عليه. ثم قال لهم: يعني الذي منكم خجول يرفع يده. يعني بعض الناس رفعوا أيدهم هكذا لأنهم يريدون المهارة وهم يدفعون مال، رفعوا الأيدي هكذا. وقال لهم: بالله عليكم، هل الخجول يرفع يده؟ ثم ابتسم ثم ضحك، يعني كأنه جذبهم عنده لأنه صاحب كاريزما. فهمت قصدي؟ لا تحاول إرضاء الجميع، صاحب الكاريزما لا يرضي الكل بتاتا. كن الشخص الذي تريده وليس الشخص الذي يتوقع الآخرون منك. أولا وقبل كل شيء، اسأل نفسك: ما الذي يجعلك فخورا؟ ما هو شغفك؟ من تود أن تكون في العمل؟ هل تريد أن تكون شيف بيرو أو ديركتور أو إلى آخره؟ كأنك يعني ترسي لهدف. ثم حاول وضع الوسائل لتحقيق ذلك وتوجيه طاقتك إلى ماذا؟ إلى المجالات التي تجيدها. كل ليلة قبل النوم، وهذا تمرين بسيط مني لكم، يعني مثلا قم بمراجعة بسيطة: هل تجرأت على تحمل المزيد من المخاطر اليوم؟ أي من الخروج من منطقة الأمان في التحدث. هذا المعنى أكيد كنت مع المديرين وتحدثت بطريقة لبقة، فأنت خرجت من منطقة الأمان، أنت عبقري، أنت مميز. قم بتدوين الخطوات المتخذة وهنئ نفسك على هذه التغييرات. أخي الكريم، أختي الفاضلة، تعرف هذه طريقة أستخدمها في كل دورة تدريبية، أجدد المعارف والطريقة بالاستعداد. كلمات، أقوال، آيات، أحاديث، سيناريو، يعني كأنني أدخل من هنا إلى هنا حسب الوقت وحسب السياق. أنا صاحب السيناريو، أنا أغيره والآخر لا يعرفها. أوكي، هكذا أخرج من المعتاد وأصنع لنفسي تقديرا بسيطا لأنني أتعلم. وكل شخص يتعلم يعني يأخذ من تقدير ما يكفي.
طور من عدم قابليتك للتأثر يعني وقدرتك على تلقي ردود فعل سلبية. هذه يلزمها يعني يلزمها دورة خاصة، وأنا سوف يعني أتباحث مع الإخوة المنظمين لكي نقوم بهذه الدورة. كيف تقول لا وكيف تقبل شخص يتحدث معك؟ إن وددت ذلك اكتبها رجاء، اطلبها ولو بقلم يعني بكتابة. وسوف نعرج يعني على أشياء طويل طويل طويل. أنا أريد منكم، أنا أرجع إليكم تثبيت لكل ما نقوله الآن. إذا كان هناك سؤال أو شيء من هذا القبيل، جيد للغاية. اللقاء الفعال اليوم معكم. الآن آخر تقنية في هذه الدورة، لن نتحدث عن الابتسامة والحيوية وإتقان تام لفنون الخطابة والأفراد الكاريزماتيون، يعني هم أشخاص ممتازون في التواصل. هذه معروفة لديكم، خطابة وسرعة ونغمة ومفردات، أكيد أكيد أكيد. وسوف نعرج على ذلك في يعني في حلقة إن شاء الله مقبلة قد يكون معكم أيها الحضور الكريم. آخر تقنية اليوم نؤسس لها، و يعني كأننا نؤسس لها ونسير نحو تحقيق الخطابة الآن. لدينا تقنية اسمها الـ9 خطوات للناس أكثر ماذا؟ أكثر خطابة. معرفة هذه الدورة البسيطة يعني في دقائق يعني قد نهيها، أو أنا أعطيكم مثال حي هي اسمها 9 خطوات للخطابة، أو 9 خطوات لروبرت غاغن. روبرت غاغن، أوكي، بالعربي تجده على الإنترنت، وإن طلبت مني ملفات أعطيك. وتغيير السلوك يمر بمراحل متعددة. ما معنى تغيير السلوك؟ أنا أود، يقول العالم، الهدف من عملية التربية على جميع المستويات هو تغيير السلوك عند الأفراد والجماعات. وأنا وددت أن يكون لي طريقة ويكون لي أسلوب. تغيير السلوك يمر بمراحل 4: وصول المعلومات والمعارف، ضروري أن تصل إليكم وتقبل صوتي وطريقتي، الاقتناع بها، تقتنع بالمحتوى، ثم الاستمالة والتعاطف. استمالة والتعاطف يعني داخلة فيها ما نسميه بداك لاتيتود اللي هضرنا عليها قبيلة، اللي هي ليموتيفيتي، استمالة والتعاطف، أن تكون يعني صاحب همة. أنا عارف هذا المساء والناس متعبة إلى آخره. النقطة أنني أسمع الآن، ويعني je fournis un tout petit effort pour écouter et non pas pour entendre, pour écouter et avoir la compétence requise. المهارة والقدرة على أدائها ضروري كذلك. النقطة هنا نتدرب على 9 خطوات وأعطيها لكم بسرعة. يعني هناك قاعدة يعني جميلة لك ولأصدقائك ولزملائك وحتى زملاء في العمل. أفضل أنواع التعليم والتدريب التعلم من القرين. يعني يكون شخص معك في الاجتماع تحب صوته، تحب طريقة الكلام، تأخذ بها. كيف تأخذ بها؟ كأنك تنمذج السلوك الطيب فيك. مرة، 2، 3، 4، تتبرمج على ذلك بطريقة يعني طيبة للغاية. أقول لكم الآن، وصلنا إلى آخر نقطة لهذه الدورة، ألا وهي الـ9 خطوات يعني للخطاب أو للخطابة لروبرت غاغن. الخطوات 9 للتعلم، 9 steps of instruction. روبرت غاغن هذا عالم باحث أول، أكثر مساهمة للنظرة المنهجية الخاصة بالتصميم والتدريب التعليمي إلى آخره في أمريكا. سانستركتور يعني المعنى أنه طبق يعني طريقة بديعة. أنتم تعرفون الطريقة ولكن هو طورها. الطريقة التي نعرفونها وأعرفها أنا منذ سنوات هي طريقة الـ3 مكونات. الأولى ما هي؟ الأولى، عفوا منكم، الأولى هي الانترودكسيون، مقدمة، ثم لو ديفلوبمون، عرض، ثم خاتمة، لا كونكلوزيون، سي سا. هو طبقها بطريقة، ثم وضع لكل شق من هذه الـ3 مكونات 3 مكونات مع الشق الأول والثاني والثالث. يعني أعطانا التالي:
جذب انتباه لما تكون مع الناس ومع الجماعة وأمام جمهور، يعني جمهور من 10 أشخاص كجمهور من 10 آلاف شخص، كأنك تسبح في البحر، يعني العمق 3 أمتار وأنت تجيد السباحة. وإذا كان العمق 3000 متر نفسها، لأنك لن تدخل إلى الداخل. المعنى وصل أكيد يعني بسلاسة. جذب انتباه، أجذب الانتباه أولا، ثم الثانية أخبر المتدربين بالأهداف، أو أخبر الإخوة معك أو الأساتذة أو الطلبة أو الناس في العمل بالأهداف. ماذا تود أن تقول لهم؟ مثلا جذب انتباه: السلام عليكم ورحمة الله، في نهاية هذا العرض سوف يكون كل واحد منا قادرا على فهم أولا كذا ثم ثانيا هكذا. يكون أخبر المتدربين أو أخبر الناس بالأهداف. C'est comme donner des objectifs valeureux à mon élocution. D'accord? ثم الثالثة: ذكر بالمعلومات السابقة. يعني ضروري أن موضوعك لا يأتي من عدم، يأتي من شيء يعرفه الناس. مثلا اليوم نتواصل من خلال الكاريزما والإلقاء الفعال. أكيد أقول لكم في السابق تعلمت أشياء حول التواصل الفعال، كيف تتواصل مع الناس وكيف تتواصل مع الكبير ومع الصغير ومع النساء ومع الرجال إلى آخره. كأنني أذكرك بما تعرف. أوكي. ثم العرض، أعرض المضمون. العرض يكون مجزأ، يعني لا يكون طويل لكي لا يشمل الناس، لا يدخلون في حيثيات وملل وإلى آخره. نريد سلوان، نريد يعني كفاءة ظاهرة. ثم الخامسة: قدم الإرشادات. أي موضوع تعطيه، حتى في النادي، حتى في المدرسة العليا، حتى أمام الأساتذة، لا يمكنك أن تقول كلام لمدة معينة وبعدها يعني تخرج يعني هكذا. لا، ضروري أن تقدم إرشادات، c'est ce qu'on appelle les références، ولكن ليس بالضبط les références في une soutenance، mais ça pourrait être le cas. Pourquoi؟ parce que à la fin tu vas dire، غادي تقول في يعني إذا أردت، إن وددت أن تتعلم أكثر، ضروري أن تبحث من خلال يعني الروابط www.communicationskills.com مثلا، أو قراءة كتاب من صفحة 100 إلى صفحة 140 مثلا، من كتاب ستيفن كوفي لكذا وكذا لما يتحدث عن الخطابة وإلى آخره، يعني من هذا القبيل. ثم النقطة السادسة: استنباط الأداء. استنباط الأداء، ضروري أن تفهم إن كانوا فهموا قصدك، ضروري من تغذية راجعة، ضروري أن تؤسس لتقديم شيء معين استثنائي أو إضافي. يعني أنا قلت كلام حول الكاريزما، ولكن لا أقول كل الكلام، يعني أقول لك إذا كنت تود أن تبحث أكثر في الكاريزما، رجاء أدخل على النت في الصفحة الفلانية للسايكولوجيست الفلاني إلى آخره، من الصفحة إلى الصفحة. فهمت قصدي؟ ثم استنباط الأداء. استنباط الأداء يعني مثال جواب، يعني نعم لا إلى آخره. تسأل الآخر يقول لك كذا وكذا، تفهم على أنك فهم قصدك. قدم التعليقات، أنت تراجع، أنت تؤسس وتقول لهم نعم بالتأكيد هذه الطريقة المثلى، ثم كما قال فلان وكما قال عبد المنعم وكما قالت زهيرة وكما قال رضا، يعني وحمزة. حمزة يقول في الأخير، هذا مثال ليس إلا، يقول ثبتنا الكلام لأن الكل أعطى يعني استفادة لهذا الجمع المبارك. أوتوماتيكيا قدمتم التعليقات، استنبطتم الأداء، أخذتم منه. ثم تقييم الأداء، الآن ضروري من تقييم، كأنك تفيس ce qu'on appelle summarizing بالإنجليزية، summarizing أو synthesizing، يعني في نهاية كذا وكذا وكذا درسنا أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. فهمت قصدي؟ تقييم الأداء، مثلا أعطيك مثال بي، يعني في محاضرة معينة كنت في لاياك، تعرفون اياك؟ لاياك هي مدرسة عليا يعني موجودة في النواصر بالدار البيضاء، كل سنة يعني أذهب إليهم وأزورهم مرة على الأقل منذ سنوات، يعني على الأقل 1 6 سنوات 7 سنوات الآن، يعني أصبحنا إخوة، وكل مرة أكون معهم وأنا فرح. النقطة، لما أنهي يعني المحاضرة، ضروري من تقييم للأداء. هل أقوم باختبار للناس؟ لا والله، هم جالسون والقاعة فيها 250 شخص، والمدير والناس والأساتذة والطلبة، يعني ثم أقول عندما أسأل لا يجيبني أحد في القاعة.
أو في الصالة، ثم أسأل نفسي وأجيب. يعني تقييم الأداء يأتيني بهذه الطريقة مرة وبطريقة أخرى مرات، يعني تجربة، يعني نقطة. أقول أكيد أننا تعلمنا الكثير من الأشياء، أكيد أننا تعلمنا الخطاب الأول كيف يكون، وأننا تعلمنا يعني الثلاث مكونات للخطابة، ألا وهي الكلمات 7% ونبرة الصوت 38% و55% لغة جسد، يعني حركات المعنى، يعني وجه وكتفين وحركات اليد إلى آخره. المعنى أنني قيمت الأداء بدون أن يذكروا ولا كلمة. ثم النقطة الأخيرة عند روبرت جاجن، يعني عزز عملية الحفظ والنقل. أنا يعني أشتهي أن أقدم لكم هذه 9 خطوات من خلال، يعني تكون بالفرنسية كي تستفيدون منها، لأن لديكم يعني نهاية في نهاية التعليم أو نهاية سوتنانس كذلك، تقدمون أشياء باللغة الفرنسية أكيد، خصوصا في لينسام. النقطة عزز عملية الحفظ والنقل. ما معنى الكلام؟ معناه أن يعني في المستقبل القريب سوف تأتيكم حالات تكون أمام الجمهور، تأخذ نفس ثم تدخل وتتحدث في الميكروفون، وأنت يعني لديك تجربة في الميكروفون، تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اليوم أنا سعيد لأنني كذا وكذا وكذا، سأقدم لكم هذا الموضوع من خلال 3 نقاط أساسية بالحركات. حتى هذه الحركة تخرجها من ذاتك، يعني صعب أن تكون هذه الحركة هنا، قد تليق لأنني ألبس هذا اللون أو أسود، وقد لا تليق إن كنت ألبس نفس اللون لليد، قد تكون يعني صعبة شوية، يعني تخرج من الإطار من الجسد. ثم أقول 3 كلمات أو 3 أشياء، النقطة الأولى والثانية والثالثة، هكذا تكون بالحركة وهكذا تتميز بحركتك مع الآخرين. عزز عملية الحفظ والنقل. أنا أراجع معكم هذه النقط لكي تكون جذب انتباه. السلام عليكم ورحمة الله. أخبر المتدربين بالأهداف في نهاية هذا العرض، يعني معشر الطلاب، معشر الطلبة، يعني جرين باور إلى آخره. ثم أقول يعني في نهاية هذا العرض سوف نتمكن من تحليل نقطتين فقط، الخطابة والإلقاء الفعال النافع، ثم الكاريزما. والنقطة الثالثة تقنية الخطوات 9 للتعلم روبرت جاجن. ثم النقطة الثالثة الآن، ذكر بالمعلومات السابقة. في السابق تعلمت أكيد كل ما هو تواصل فعال، communication skills, soft skills، يعني من هذا القبيل، تعلمت منها 1 2 3 4 5، ذكرت بالمعلومات السابقة. أعرض المضمون الآن، يعني الخطابة هي معيار، هي فن الإلقاء أمام الناس، يعني استيعاب واحتواء الجماعة إلى آخره، بألفاظ، بكلمات، بنبرة، بلغة جسد إلى آخره. ثم أعطيت المضمون وأمثلة، وقد تكون آيات وتكون يعني مقولات لعلماء إلى آخره. ثم قدم الإرشادات. أكيد إذا أردت البحث أكثر، الرجاء أن تذهب إلى الكتاب الفلاني كما أظهرت لكم يعني قبل قليل، لكي نتعلم العادة الأولى Proactivity. Proactivity يعني Proactive، ثم لكي نكون أحسن بكثير من كذا وكذا وكذا إلى آخره. ثم استنباط الأداء، يعني لما أتحدث إليكم أنا ليس لدي فيدباك إلا التعليق، إن كتبتم التعليق وإن وددتم ذلك أكتب كثير من الأشياء لكي أقبل، لكي أنصت، لكي أقرأ، لكي يكون هناك تواصل فعال وليس اتصال. هذا استنباط الأداء. ثم قدم تعليقات، أكيد أنا قرأت التعليق الفلاني وقمت بكذا وكذا مثلا إلى آخره، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذا مثال. ثم الآن، أو قال رضا وقالت كذا وقال محمد وقالت بشرى وقالت نعيمة إلى آخره. المعنى أنني قدمت التعليق لأقوالكم، لطلبكم، لسؤالكم. ثم في الأخير أقول كلمات كهذه، كيف نتعلم الخطوات 9 للتعلم؟ الخطوات 9 للتعلم، معشر الجمهور الطيب، أنني أجذب الانتباه، محفزات تنشط المستقبلين، أخبر المتدربين بالأهداف، نخلق مستوى من التعلم المتوقع، يعني ذكر بالمعلومات السابقة، نسترجع وننشط الذاكرة قصيرة الأمد، أعرض المضمون،
يعني الفهم الانتقائي للمحتوى، يعني 1 2 3 ركائز، ثم قدم الإرشادات وما نسميه بدليل تعلم، ترميز، تشفير معنوي للذاكرة طويلة الأمد، والبحث يعني بإخلاص إلى آخره، استنباط الأداء، تعزيز تقييم الأداء الصحيح، استرجاع تعزيز المضمون، ثم استرجاع وتعميم المهارة المتدربة اليوم في ظروف جديدة. يعني لما تكون في المستقبل القريب في اجتماع أمام الطلبة، أمام الأساتذة، سوف تأخذ من بين هذه اللبنات التدريبية البسيطة، تأخذ بها لكي تصل إلى الـ9 نقاط التي قلناها: جذب انتباه، أخبر المتدربين بالأهداف، ذكر بالمعلومات السابقة، أعرض المضمون، قدم الإرشادات، استنبط الأداء، ثم قدم التعليقات، وقدم الأداء، وعزز عملية الحفظ والنقل إلى مجال العمل. هكذا يعني ننهي هذه الدورة عن بعد. أنا لا أرى يعني التعليقات، يعني كأن التعليقات راحت. إذا كنتم دائما معي إخوتي أخواتي، فأنا اليوم معكم. نعم، المعنى إذا كان هناك تعليق فمرحبا بتعليقاتكم، أنا سأجيب عنها يعني بعد قليل، أو يعني لما يكون هناك وقت لذلك. أشكركم غاية الشكر، وأشكر جرين باور على هذه الدعوة الكريمة، وأنا معكم متى شئتم، يعني إن شاء الله وبحول الله. نتمنى لكم النجاح ونتمنى لكم الفلاح. اللهم أذهب عنا هذا الوباء، وإن شاء الله في حصة مقبلة تكون باللغة الفرنسية كي نجرب يعني الاثنين معا، وتكون حضورية، لما لا، لما ترجعوا، لأنني سمعت على أن الكثير من الطلبة يدرسون عن بعد الآن، ولكن بعد أسابيع أظن، أو يعني أيام أو أسابيع، ربما نعود للحضور بأحسن حلة وبأحسن طريقة. الحضور في الإلقاء الفعال ضروري، في الكاريزما ضروري. كيف لي أن أكون صاحب كاريزما وصاحب إلقاء يعني أمام الشاشة؟ ضروري من تدريب، ضروري من طريقة، ضروري من 1 2 3 إلى 4. أقول قولي هذا وأحييكم وأشكركم غاية الشكر على هذه الالتفاتة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا، السلام عليكم.